طبعا مطلوبه كله، لكن في كل وقت وليه التزاماته، استحاله اكون بشتغل وبضحك، لكن انا بحب الضحك طبعا، وكل حاجه وليها وقتها. فكويس ان الناس، طب كويس ان انا كويس. بضحك. بس خلي بالك، ده حب الناس طبعا وثقة بالناس طبعا او ثقة من الناس في اكيد. حسام البدري. طالما انت جبت مورينيو وجبت جوارديولا وجبت الاسماء دي كلها، هل انت ليك مدرسة معينة من المدارس دي انت منتمي ليها بتحبها يا كابتن حسام؟ طبعا يعني انا بحب مدرسة جوارديولا طبعا جدا، لان انا بحب طبعا، جوارديولا. طبعا بحب كابتن شوبير الكومباكت، يعني بالذات الكورة، عارف كلمة كومباكت يعني بتدل على تملي الكورة اللي هي بيبقى فيها تقارب، الكورة اللي بيبقى فيها مجموعات، الكورة اللي بيبقى فيها جبهات. انا بحب الكورة ديت، وبالتالي الكورة دي بتستلزم طبعا انك يبقى فيه لعيب الكورة كتير في الملعب، انك انت بتصر على استخدام الكورة لتحقيق اهدافك، سواء حتى من بداية خط الدفاع الى ان تصل الى تحقيق هدفك عن طريق خط الهجوم او في مرمى الخصم. فانا بحب المدرسة دي، وهي دي مدرسة جوارديولا طبعا، وفي الكرة القصيرة وفي المجموعات وفي تطوير الكرة وفي الاستحواذ، انا بحب المدرسة دي جدا. ما بحبش مدرسة العنف وال مش لا سكتك. لا مع ان انت كنت لعيب قوي، يعني بس مثلا بس لعيب انا ما قوي. بحبش انا ما بحبش ايه ان اللي غير فكرك التدريبي، او ايه اللي مش اللي غير، ايه اللي طور فكره انت حسام ما بين التدريبي؟ طريقة ادائي، انت ايوه، عاوز تقول ايه طريقه ايه ادائك الفرق؟ انت كلاعب وبداياتك كمدرب بالتاكيد اتغيرت، يعني ايه العوامل اللي طورت من شخصيه حسام البدري الفنيه؟ ما تشاورليش كده، لانه اكيد مش حسام البدري النهارده هو بتاع لا اول ما لا بدا لا تدريب. لا